السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو أخبار مفرحة من وزارة التربية لطلاب المدارس، وخاصة من ضمن هذا الخبر المفرح للطلاب الراسبين للثالث متوسط. لقاء تلفزيوني من وزير التربية يقول يا أما نضيف 10 درجات أو الدور الثالث للطلبة الراسبين خلال اليومين. اسمعوا الفيديو. وايضا بخصوص المؤتمر اللي صار بخصوص اصحاب الدرجات الحرجه، كشف الوزير اليوم وزير التربيه كشف لصوت عراقي عن انه اكو قرارات راح تصدر قريبا بخصوص اصحاب الدرجات الحرجه اللي ياما توصلوا مع برنامج صوت عراقي، فنقدر نعتبرها بشرى خير ان شاء الله. اهم التوصيات اللي خرجنا بها هذا اليوم من اجتماعنا ولقائنا مع الادارات المدرسيه، التركيز على توجيهات دولة رئيس الوزراء بموضوع العقاب البدني، توجيه المعلمين والمدرسين الابتعاد عن هذا الجانب ابتعاد نهائي جدا لما يولده من آثار نفسية غير صحيحة على نفوس الطلاب والتلاميذ في مدارسنا. تم التركيز على أهم المعايير للإدارات المدرسية الناجحة. تم التركيز أيضا على أهمية دور المدير كقائد تربوي في المجتمع يتحمل مسؤولية بناء مدرسته، بناء مجتمعه، بناء وطنه بناء صحيحا من خلال مسؤولية ملقاة على عاتقه. تريدنا العديد اليوم بخصوص الدور الثالث وعشر درجات وتحميل، أريد رأي نهائي من قبل وزير. هذا الموضوع لم يحسم إلى الآن بشكل نهائي، لا زال تحت النقاش إن شاء الله. قد يحصل خلال هذه اليومين قرار، يا إما إضافة درجات معينة للطلاب الذين درجاتهم حرجة أو الاتجاه إلى الدور الثالث.